بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، انتقاد يردده الملحدون من دون فهم، هذا الأمر تكرر عشرات المرات، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إلهكم يمكر، هكذا يدعي الملحدون، إلهكم مكار، أنتم تقدسون وتعبدون إلها يمكر بالعباد. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن المؤمن لا يأمن مكر الله. هذه أطروحات الملحدين، يقتطعون كلمة من هنا وكلمة من هناك ثم يقولون لك هذا هو الإسلام. أنا اليوم أيها الأحبة لدي هنا برنامج إحصاء القرآن العظيم، سنبحث عن كلمة مكر في القرآن بكل مشتقاتها، يعني كل آيات المكر في القرآن، كل الآيات التي وردت فيها كلمة مكر، يمكر، مكر، ماكر، ماكرين، كل آيات المكر سنستعرضها الآن من خلال البحث بالجذور. يعني أنا عندما أبحث عن كلمة مكر لدي 23 آية هنا أيها الأحبة، انتبهوا معي، سنستعرضها واحدة واحدة ونفهم ما معنى والله خير الماكرين. طيب لمن قيلت هذه الآية؟ طيب أفأمنوا مكر الله لمن قيلت؟ لا يكفي أن تقول لي إن القرآن يقول كذا وكذا، يجب أن تقرأ الآية التي قبلها، وإلا أنت أيها الملحد تعتبر مدلسا تضل الناس تسعى لتشويه القرآن. وسنثبت هذا، كل من يقول إن الله ماكر وهو إله ماكر والمؤمن لا يأمن مكر الله يعني خاسر مهما فعل، هذا إنسان إما أنه لم يقرأ القرآن، لا يريد أن يقرأ، هو أخذ كلمتين من هنا وكلمة من هنا فقط، أو يريد تشويه القرآن. نحن نريد أن نحسن الظن بهؤلاء الملحدين، أنا أريد أن أتعامل معهم على أساس أنهم لم يقرأوا القرآن. الآية الأولى أيها الأحبة، الله تعالى يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لمن قيلت هذه الآية؟ أنا الفيديو الذي شاهدته، وأنا طبعا أنأى بنفسي عن ذكر الأسماء لأننا نرد على الفكرة، نرد على المعلومة، على المعتقد. الأشخاص يأتون ويذهبون، ولكن أنا الذي يهمني الفكرة ذاتها. هذا الشخص يدعي أنه ينتسب للمسيح عليه السلام، والمسيح بريء منه لأن المسيح لم يشوه عقائد الآخرين ولم يعمل على إضلال الآخرين. المسيح عليه السلام هو رسول كريم، جاء بالمعجزات، جاء بتعاليم رائعة مليئة بالتسامح، وليس كما يفعل هؤلاء على مواقع الإنترنت والفضائيات. أولا الله تعالى يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أين قيلت هذه الآية؟ دعوني أرجع للآية التي قبلها، نعرض الآيات من هنا أيها الأحبة. طيب هنا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. إذا الآية تتحدث عن من؟ عن جماعة المسيح عليه السلام،
إذن هذه الآية لا تتحدث عن المسلمين يعني. أي أولا سيدنا عيسى أحس من بني إسرائيل الكفر وأرادوا أن يمكروا به ويخدعوه وتآمروا على قتله، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، لذلك سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح عليه السلام. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن لا يوجد ديانة مسيحية، الدين الذي كان يدين به عيسى ابن مريم والحواريين ومن اتبعه هو الإسلام، واشهد بأننا مسلمون. لذلك أنا أعتقد أن من آمن بالمسيح إيمانا حقيقيا هو مسلم. فكلمة مسيح نقولها، ونحن نقولها كمصطلح استخدم للإشارة إلى مجموعة معينة، ولكن في القرآن لا يوجد مسيحي وغير مسيحي، كل الأنبياء كانوا مسلمين. طيب هنا هؤلاء الذين قالوا نحن أنصار الله الحواريون ماذا قالوا بعد ذلك؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا أخي أنت إذا كنت مسيحي يعني تنتمي للسيد المسيح عليه السلام يجب أن تقول هذا الكلام، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يجب أن تتبع تعاليم المسيح عليه السلام بحق، لا تجلس وتستضيف ملحدين في قناتك، وهذا ما يفعله للأسف الكل. يعني كل من يشوه الإسلام يدعي أنه مسيحي أو ينتمي للمسيحية أو يطبق تعاليم المسيح، ثم يأتي بملحد فيجتمع معه لتشويه القرآن. وطبعا الناس اليوم ليسوا أغبياء أحبتي في الله، الإنسان اليوم يذهب ويبحث بنفسه ويرى الحق، لا داعي أن تضله أنت، سيبحث اليوم عصر المعلوماتية. كما أنني أنا الآن أبحث وأبين الحق للناس. طيب بعدما قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما معنى هذه الآية؟ بني إسرائيل مكروا ليقتلوا المسيح، والله مكر بهم أي أوقع بهم لينجي رسوله الكريم سيدنا عيسى عليه السلام. سأعطيك مثال أخي الحبيب ما معنى والله خير الماكرين. اليوم نحن نرى في الأفلام تاجر مخدرات يمكر ويخطط، معنى مكر يعني خطط لتنفيذ عمل ما. لص، دعنا من المخدرات، لص مكر وخطط ورسم خطة ماكرة لسرقة مثلا بنك. الشرطة وضعت خطة ماكرة أخرى للإيقاع به. بالله عليكم تأملوا هذا المشهد، هل تستطيع أن تقول إن الشرطة مكرت باللص وأوقعت به فهي شريرة؟ هي أوقعت به لتحمي الناس من سرقته. إذن المكر هنا بمعنى وضع خطة للإيقاع بالمجرم، لأن المجرم أيضا يضع خطة ليسرق أو ليغتصب أو ليروج لمخدرات ليدمر الشباب. فعندما تقوم الدولة بوضع خطط معينة لعلاج هؤلاء والإيقاع بهم وضبطهم متلبسين، يعني أحيانا الدولة تقوم بوضع خطة
لضبط شخص متلبس بالرشوة. طيب هذا عمل شرير أم عمل جيد؟ عمل جيد يهدف لحماية المجتمع. فالله عز وجل قام بعمل جيد لحماية المسيح عليه السلام لأنه رسوله، فلا يمكن أن يسمح لأحد أن يؤذيه. فهم وضعوا خطة لصلب المسيح وقتله وإيذائه والاستهانة به، والله سبحانه وتعالى وضع خطة فرفعه إليه، والذي أراد أن يمكر بالسيد المسيح شبه لهم أنه هو المسيح فصلبوه، ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا. إذن هذه الآية أخي الحبيب، أنا ليس لي علاقة بما حدث هنا، هذه آية تتحدث عن مكر اليهود بالمسيح ومكر الله بهم لينجي المسيح. إذن مكر الله شيء جيد يهدف لنجاة رسوله الكريم عيسى عليه السلام، تمام؟ إذن أنا كمؤمن هنا الآية هذه لا تخاطبني أنا مباشرة، هذه تصف لي قصة لأستفيد منها، أنا أستفيد أن الله حمى رسوله وأوقع بهم في شر أعمالهم. ننتقل للآية الثانية، الآية الثانية أيها الأحباب، أنا سأقرأ 23 آية الآن لنرى أنه لا توجد كل هذه الخزعبلات في أدمغة الملحدين غير موجودة في القرآن، وأنا سأقرأ 23 آية. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إذن الذي يمكر، هذا المجرم الذي يمكر بالمؤمنين، هو حقيقة يمكر بنفسه هو، وسيقع هو في شر أعماله. آية ليس فيها شيء. طيب هنا الله تعالى يقول عن أولئك المجرمين: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أيضا هنا لا يوجد، والله خير الماكرين، آية تتحدث عن مكر المجرمين، سيصيبهم الذل والهوان والصغار والعذاب، وهذا أمر منطقي وطبيعي. هنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الملحد ماذا قال؟ قال هذه الآية تخاطبكم أيها المؤمنون، فأنتم لا تأمنون مكر الله، الله ماكر. طيب دعونا نرى أين قيلت هذه الآية. يعني الآية تتحدث عن أناس تخاطبهم تقول لهم أفأمنوا مكر الله. طيب من هؤلاء؟ هل هم مؤمنون؟ هل هم كفار؟ هل هم ملحدون؟ هل هم ماذا؟ دعونا نذهب للآية التي قبلها. هذه الآيات أيها الأحبة تتحدث عن أهل القرى في سورة الأعراف. انظروا أيها الأحبة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. إذن هذه الآية موجهة للكفار وليس للمؤمنين. كيف تقول الله يخاطبكم أيها المؤمنون ويقول لكم أفأمنوا مكر الله؟ هذا الكلام موجه لمن يمكر بعباد الله، موجه للمجرمين الذين يخططون للصد عن سبيل الله، لإيذاء عباد الله، للقتل والتدمير. هؤلاء الذين يخططون لنشر الفاحشة ونشر الشذوذ، هذه الآية تخاطبهم لا تخاطبني أنا كمؤمن،
آمنت بالله. نحن نتحدث بالمنطق والعلم والآية أمامنا أيها الأحبة. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا ما علاقتي أنا بالآية؟ أنا كمؤمن، آية تخاطب مجرمين، تقول هي تخاطبك أيها المؤمن، هذا كذب وتدليس. وأنا أعتقد أن هذا الملحد أو هذا الذي يدعي أنه مسيحي لم يقرأ القرآن حقيقة، لو قرأ ربما غير رأيه، ولكن نحن نوضح له ولغيره حقيقة هذه الآيات. إذن هذه الآية هنا تقول أفأمنوا مكر الله، أي هؤلاء المجرمين من أهل القرى الذين يعيثون في الأرض فسادا ولا يراعوا حق الله سبحانه وتعالى، تقول لهم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني كما أنك تمكر وتخطط، هناك إله أيضا يخطط ويمكر بك ليوقعك ويحمي الناس من شرك. إذن الأمور واضحة جدا. نأتي للآية التي بعدها، قال الآية رقم 5، الآية قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إذن هنا فرعون يتهم السحرة بأنهم رسموا خطة لإخراج الناس من تحت سيطرة فرعون من خلال أنهم آمنوا. طبعا هم لم يرسموا خطة ولا، فاتهمهم بالمكر. هذه الآية يعني ليست موضوعنا اليوم. هنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن مكر يهدف للأذى وإضرار النبي وتشويه سمعته أو قتله أو إخراجه أو أن يترك الدعوة إلى الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هؤلاء يمكرون بالنبي ليقتلوه، والله مكر أي وضع خطة أوحى لحبيبه أن يهاجر، هذا هو مكر الله. قال له هاجر إلى المدينة ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا هو مكر الله. مكر الله يهدف لحماية عباده. طيب كيف تقول إن الله يمكر بالمؤمنين؟ يا أخي مكر الله يكون بالإنسان المجرم الكافر الذي يخطط لإيذاء الناس، هذا من يمكر به الله. أما إنسان يقول يا رب الله يمكر به، أعطوني آية من القرآن بهذا المعنى، لا يوجد طبعا. وهذه الآيات سنستعرض كل الآيات أيها الأحبة. الآية رقم 7، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذن هنا الآية تتحدث عن أناس يمكرون لتشويه كلام الله، ليقولوا انظروا هذا من عند الله وما هو من عند الله، يحرفون كلام الله، يبدلون الحرام يجعلونه حلالا والعكس. هؤلاء الله خاطبهم قال قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إذن أيها الأحبة أستطيع أن أقول لكم قبل أن أكمل الآيات، كل آيات المكر في القرآن خاصة بالمجرمين الذين يسعون للقتل، للأذى، لنشر الفاحشة، لتدمير الناس. هؤلاء الذين يخططون ويجتهدون، وهؤلاء من يمكر الله بهم؟ الله يمكر بمؤمن؟ يعني هل هذا منطقي؟ الله يخلق مؤمنا ثم يمكر به؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذن لاحظوا كل الآيات هكذا. الآية 8،
فلما سمعت بمكرهن، هذا في قصة سيدنا يوسف خارج موضوعنا، أيضا هنا في قصة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إخوة يوسف عندما مكروا به وكذبوا على أبيهم وألقوه في الجب، فالله مكر بهم وأنجاه من الجب. طيب الله قام بعمل جيد أم سيء؟ تعالى الله، يعني سبحانه وتعالى يمكر أي يخطط ويعني يدبر الأمر بحيث أنه ينجي عباده المؤمنين، فهم مكروا به ليبعدوه والله مكر بهم فأنجاه وجعله ملكا لمصر، سيدنا يوسف عليه السلام. طيب الآية التي بعدها، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. طبعا قضية ومن يضلل الله هذه أيضا سنخصص لها حلقة، لأنهم يقولون إن الله يضل إلهكم مضل، الله يضل. سنستعرض الآيات التي فيها كلمة الضلال في كل القرآن، وسنكتشف الحقيقة إن شاء الله في لقاء قادم. الآية رقم 11، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. إذن هنا الآية تتحدث عن الكفار ومكرهم لقتل رسل الله، فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم أي يدبر أمرا ويهيئ ظروف لا نعلمها لينجي عباده ويوقع بهم. كل الآيات التي فيها مكر تتحدث عن الكفار، لا توجد آية فيها مكر للمؤمن. الآية رقم 12 الآن، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. طيب من هؤلاء وقد مكروا مكرهم؟ دعونا نعود للآية التي قبلها هنا أيها الأحبة، هذه الآية هنا تتحدث عن من؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تتحدث عن هؤلاء الظالمين الذين تراهم في كل عصر وفي كل مكان، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. ما علاقة المؤمنين بهذا الموضوع والمكر والله أيها الملحد، أنت الذي تمكر وأنت تريد أن تخدع الناس. اقرأ الآيات كاملة، لا تأخذ كلمة من هنا وتقتطع جزء من آية ثم تقول هذا إلهكم ماكر ومضل. آية تتحدث عن الظالمين. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إذن ظلموا أيضا، يعني الآية تتحدث عن الظلم والظالمين، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم. هؤلاء الظالمين هم من يمكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إذن الله ينجي عباده، والمكر السيء يحيق بهؤلاء الملحدين المجرمين الذين يسعون لتدمير كل شيء للأسف. طيب هنا نعود للآية رقم 12 13، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه الآية تتحدث عن الكفار أيضا. طيب الآية التي بعدها، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، تتحدث عن كافر يمكر بعباد الله. أفأمنوا هؤلاء أن يخسف الله بهم الأرض
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، الآية رقم 15 تخاطب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، تقول له واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. من هم الذين يمكرون بالنبي؟ المشركين، ليخرجوه أو يقتلوه. هذا هو المكر الذي يتحدث عنه القرآن. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. من هؤلاء؟ سورة النحل. من هؤلاء ومكروا مكرا؟ دعونا نعود للآيات أيها الأحبة. الآية السابقة هنا تتحدث عن ثمود، قوم سيدنا صالح، قال لهم أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند، يعني تشاءمنا، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن الآية تتحدث عن من؟ عن مفسدين. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. رسموا خطة ماكرة لقتل سيدنا صالح، ثم يقول لأهله ما يقول لقومه أو لوليه ما شهدنا مهلك أهله، نحن ليس لنا علاقة. يعني مثل اليوم المجرم الذي يرسم خطة لقتل إنسان، ثم يقوم القاضي بوضع خطة محكمة لكشف المجرم. نقول إن القاضي مكر به، يعني قام بعمل سيء، يعني لا، هو القاضي مكر بهذا المجرم ليوقعه ليجعله يعترف. هذه الآيات كلها هكذا أيها الأحبة. انظروا ماذا قال الله. ومكروا. من هم؟ الرهط 9 الذين تآمروا على سيدنا صالح ليقتلوه. ومكروا ومكرنا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لذلك الله عز وجل أهلكهم وأنجى سيدنا صالحا والذين آمنوا معه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. شيء طبيعي، إنسان اليوم يريد أن يقوم بعمل تدمير، يدمر، يسرق، يغتصب، ثم الجهات المختصة قامت بوضع خطة للإيقاع به وحماية الناس من شره. نقول إن الدولة هنا مخطئة مثلا تمكر؟ لا يا أخي، المكر في اللغة العربية هو وضع خطة محكمة ذكية للإيقاع بشخص معين. فالله عز وجل لا يضع خطط للإيقاع بالمؤمنين كما يدعي هذا الملحد، يضع خطط للإيقاع بالمجرمين. هؤلاء أرادوا قتل نبي من أنبياء الله، يعني الله تريد من الله عز وجل أن ينظر إليهم؟ لا، الله يحمي رسله سبحانه وتعالى. طيب الآن الآية رقم 19 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. هذه آية ليس فيها شيء عن مكر الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. إذن المكر هنا خاص بمن يمكر السيئات، بمن يريد أن يضع خطط ليدمر الآخرين، ليقتل، ليغتصب، ليسرق، ليشوه، ليحرف. هؤلاء لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، يفشل، ينتهي يعني. طيب الآية رقم 21 استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني عزيزي الملحد، هل لديك اعتراض على هذه الآية؟ إنسان مستكبر في الأرض ويمكر بعباد الله، هل تريد أن يمكر وينتهي الأمر؟ لا، الله تعالى يقول ولا يحيق، يعني يحيط
المكر السيء إلا بأهله، وما يمكرون إلا بأنفسهم، هو الذي يمكر بنفسه. طب الآية رقم 22، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هؤلاء من قوم فرعون رسموا خطة لقتل ذلك المؤمن الذي أعلن إيمانه من آل فرعون ونصحهم، ولكن رسموا خطة لإسكاته لقتله. ماذا قال؟ انظروا أيها الأحبة، قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا دعاء المكر، إذا مكر بك شخص قل هذا الدعاء: فوقاه الله سيئات ما مكروا. شيء طبيعي أن الله يحمي عباده، أنا كإنسان مؤمن الله يحميني من شر من يمكر بي، ولكن أنت تقول إن الله يمكر بي أنا، من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا هو التشويه الذي نتحدث عنه أيها، سواء بقصد أو بغير قصد، إنما هو تشويه، محاولة لتشويه القرآن، ولكن طبعا كلام فارغ، لا أنا واثق أنه لا أحد يقتنع بكلام هؤلاء الملحدين، لأنك بعملية بحث بسيطة، بحث عملية بسيطة من البحث في القرآن ستكتشف الحقيقة. وهنا آخر آية في سورة نوح: ومكروا مكرا كبارا. هذه الآية في قصة سيدنا نوح، قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إلى آخره. إذن هؤلاء أيها الأحبة أرادوا أن يمكروا حتى بسيدنا نوح، ومكروا بالمؤمنين، فأنجى الله سيدنا نوحا والمؤمنين معه، وأغرق هؤلاء الملحدين في الطوفان. طيب بالله عليكم، أنا الآن استعرضت أمامكم، أريدك أيها الملحد أن تكون منصفا، دعك من أنني أنا مسلم أو أدافع عن القرآن، القرآن لا يحتاج إلى دفاع، نحن فقط نريد أن نفهم، أنا أريد أن أفهم القرآن يعني حقيقة. لو كان هناك آية في القرآن تقول إن الله يمكر بالمؤمنين، والله أنا سأفكر وسأغير رأيي طبعا، يعني غير يعني أنا أول من سيقول غير معقول أن الله يمكر بالمؤمنين، لماذا يمكر بالمؤمنين؟ فأنت حرفت معاني القرآن وقلت إلهكم يمكر بالمؤمنين، وقلت أفأمنوا مكر الله، هذه الآية يخاطب بها المؤمنين وهي تخاطب الملحدين، يعني تخاطبك أنت إذا لم تتب إلى الله. هذه الآيات عزيزي الملحد حقيقة هي تخاطب الملحدين الذين يسعون لتشويه كلام الله، هؤلاء الذين يمكرون ويخططون ويقتطعون من كلام الله كلمة من هنا وعبارة من هنا، ويوهمون الناس أن الله هو ماكر وبالتالي الإسلام غير صحيح. ولكن يعني أنا أتصور أن طفل صغير إذا جلس وبحث سيعلم الحقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.